ننتقل إلى موقع مجلة المجلة وحوار أجرته مع رجل الأعمال المصري محمد أبو العنين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورو متوسطي رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي. من عناوين الحوار نقرأ: الرئيس السيسي صحح الأوضاع الاقتصادية وقاد قطار التنمية في مصر. برنامج الإصلاح يقوم بتصحيح سياسات 40 سنة مضت، والقاهرة تعتمد على نظام اقتصاد السوق الحر. مصر أنجزت تشريعات هامة لجذب المستثمر الأجنبي، والمشروعات القومية استوعبت العمالة العائدة من ليبيا والعراق. وقال رجل الأعمال المصري محمد أبو العنين في حواره مع المجلة أن صورة مصر بعد 4 سنوات من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم تغيرت أمام المجتمع الدولي بسبب الزيادات والزيارات الخارجية المتكررة التي قام بها رئيس الدولة إلى معظم دول العالم. أوضح أبو العنين أن الفوضى وطبيعة الأوضاع التي حدثت في منطقة الشرق الأوسط خاصة في بعض الدول كليبيا والعراق وسوريا أثرت على التجارة والصناعة بشكل كبير، مؤكدا أن مفهوم الديمقراطية في المنطقة جرى استخدامه خلال الفترة الأخيرة في غير موضعه لتحقيق أغراض أخرى تخدم أهدافا إرهابية. وأشار إلى أن قرار تعويم الجنية الذي اتخذته السلطات المصرية قبل عام أثر بالسلب على بعض المشروعات، لكن الحكومة كان عليها أن تتخذ هذه الخطوة والمضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي حتى يتسنى لها توصيل الدعم لمستحقيه، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات الاقتصادية علمت المواطنين المصريين ثقافة ترشيد الاستهلاك. وأضاف أن المشروعات والتشريعات الأخيرة التي تقوم بها مصر تشجع المستثمرين الأجانب وتعمل على جذب الاستثمارات الخارجية.